السلام عليكم، السلام ورحمة الله. ازيك يا حاجة؟ الله يسلمك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت طيب. وانت طيب. احنا في ذكرى يعني شهداء مدرسة بحر البقر، قولي لنا بقى، احكي لنا عن ابنك والظروف اللي حصلت معاه، كان من الشهداء يعني. الظروف اللي حصلت ان كنت معايا 5 اطفال سيبهم لابوه متوفي، في أيام المدرسة، أيام المدرسة، وربتهم على الغالي، ربتهم على الغالي 5 أطفال، وجوزتهم، وربنا رزقني كلميني عن الشهيد. كلميني عن الشهيد. أنا كنت بخبز حبة عيش لعيالي. نعم. فوجئت بالطيارة، الطيارة الفانتوم زعقت، سبت العيش وطلعت، لقيتهم مقابليني بابني في حجرهم. 3 انفار شايلينه في حجرهم، وخدتهم ودفنتهم، وربنا اداني الصبر وخدته ودفنتهم. ممدوح. كان يعني كان في اشلاء، ولا هو كان كامل متوفي؟ هو كامل يعني. وهو كمل. طيب الحمد لله. نفوخه طاير طاير منه، ردوه وربطوه وشيلوه لي ادفنه ودفنته. كان عنده كم سنة يا حاج؟ كان في سنة تانية. تانية ابتدائي؟ كان في تانية ابتدائي. يعني 7 سنوات 8 سنوات. ثمانية 8 سنوات. طب قولي لي، يعني انت متذكره وهو ماشي الصبح، كان في حاجه يعني قالها لك ولا ايه؟ قال لي بدي سندوتش علشان اخته بتقول له المدرسه من بعدها هتروح وتيجي تشرب، لا عايز سندوتش عشان مش اجي يعني، عشان ما يطلعش في الفسح يجي هنا يعني. عشان مش اجي ورجعت ما جاش، وغش برضه ما جاش. يعني اسفه كلامي حلوه، عايزه اتكلم حلو شايله، لان كان عندي قبل. الف السلام عليك، والحمد لله ربنا جاب الشفاء الحمد لله. ربنا جاب. انت عندك كم سنه يا حاج؟ 82 سنه. 82 سنه. واسم حضرتك ايه بقى؟ نبيله علي محمد حسن. اهلا بيك. قولي لي مكانكم هنا فين؟ القريه اسمها ايه ومكانكم هنا؟ القريه 2 بحر البقر. المدرسه اللي حصل فيها الضرب ده كانت قريبه منكم ولا بعيد؟ كانت بيننا وبينها 100 متر. 100 متر. العيال ما هوش في البيت. ما كانوش في البيت. طب الحمد لله، عشان ما جرى لهمش حاجه. الحمد لله ما جرى لهمش. اخوهم بس الشهيد هو اللي. اخوهم الشهيد. اسمه ايه بقى يا حاج؟ ممدوح حسني صادق. ممدوح؟ ممدوح حسني صادق. حسني صادق. وحسني صادق مات بعدهم برضه. يعني بابا كان عايش لما حصلت الحادثة؟ لا ما كانش عايش. مش بقول لك سايب له 5 أطفال. منهم يعني هو توفى قبل احداهم توفى في المدرسة، والتاني الصغير مات تحت البابور برضه. ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. يرحمنا. يعني احنا عايزين ندعي بقى للشهيد
دعوة حلوة كده، ربنا يتقبله وقبول حسن، وإن شاء الله بإذن الله ده هو يعني في الجنة. في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله في الجنة، لأن ملفظه كانت حلوة. ملفظه معايا كانت حلوة. طيب أنا عايزك تقولي لي بقى، تحكي لي عن الحادثة بقى، أنت رحتي سمعت الانفجار ورحتي، قولي لي بقى إيه اللي تم، يعني أنت لقيت ابنك على طول ولا شفت بقى؟ لقيت ابني جايبينه ثلاث رجالة شايلينه حجلهم وشايلينه جايبينه عليك نيموه ليا. أنت قابلتيهم؟ أنت قابلتيهم ما وصلتيش الحادث؟ لا لا ما وصلتش. بنقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، لان ده عمل اجرامي صعب جدا، مفيش حد يقدم على هذه الافعال الصعبه يعني. لا لا ما حدش يقبل على اصعب اصعب حاجه ليا بالنسبة لي. تعبتك؟ تعبتني سنين. تعبتني سنين. وزمايله بيجوني لغاية النهارده بيزوروني. أكيد طبعا. أكيد. بيزوروني. بندعي لك وبندعي للشهيد وكل الشهداء، ونقول ربنا يعني يتقبل لهم قبول حسن وينزلهم منازل الشهداء ويكونوا مع يعني في جنات الخلد يعني. يا رب يا رب يا رب، دعوتك حلوه. ربنا يبارك لك يا حبيبي، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت طيب.